مشاهدينا بدي احييكم مع الحل عنا عبر الام تي في، والبدايه دائما مع المعلومه. بمعلومتنا لليوم، اقر مجلس الوزراء بالجلسه اللي عقدها بالامس في القصر الجمهوري مرسوم النظام المالي لحساب صندوق مساعدات المستاجرين، وكان سبق اقرار مرسومي تشكيل اللجان الناظرة بالأحكام المتعلقة بتطبيق الزيادات على بدلات الإيجار وتعويضات أعضائها. وعلى رغم البطء في مسار صدور المراسيم التطبيقية، إلا أنه المنظومة التطبيقية لقانون الإيجارات فينا نقول أنه اكتملت. ومبارح حدا اتصل فيي وقال لي شو هي المستندات المطلوبة، وين موجودة الـ 24 لجنة يلي تشكلت. أولا بالمادة 8 من القانون بيقول مستأجر الراغب بالحصول على مساهمة من الصندوق بيقدم طلب للجنة اللي بيطبع لها المأجور، معقبا من الرسوم، يعني معفيا من الرسوم كافة، يعني ما في رسوم يدفعها، ويؤدي تقديم هذا الطلب إلى تعليق مهلة دفع الزيادات على بدل الإيجار الناتج عن تنفيذ هذا القانون إلى حين نفاذ قرار اللجنة بالموافقة على المساهمة أو بعدمها. يجب أن يتوفر في الطلب الشروط التالية: أن يقدم خلال مهلة شهرين من تاريخ تحديد بدل المثل رضاء أو قضاء بالنسبة للسنة الممددة الأولى، وخلال المهلة ذاتها في بداية كل سنة من السنوات الممددة الأخرى، وذلك تحت طائلة سقوط حقه بالاستفادة من المساهمة. يعني بمجرد ما قصور العدل تبلش تقول اللجان بدأت تنظر، معنى مهلة شهرين لكل مستأجر يقدم طلب، وبصير كل سنة بنفس الوقت يقدم. يلي ما بيقدم أول سنة هلأ ما بعود يقدر يقدم إطلاقا، غير أنه ومع مراعاة أحكام المادة 11 من هذا القانون، ويحق للمستأجر في أي وقت يطرأ فيه تعديل على معدل دخله العائلي الشهري أن يقدم طلب جديد إلى اللجنة المنوه عنها للنظر به واتخاذ القرار المناسب في ضوء التعديلات التي طرأت على هذا الدخل لجهة الإبقاء على قرار السابق أو تعديله. وفي حال التعديل يسري قرار اللجنة اعتبارا من الشهر الذي يلي القرار. يرفق الطلب بالمستندات التالية، لأنه حدا سألني شو هي المستندات المطلوبة: جدول بأسماء أعضاء الفريق المستفيد، إفادة عمل لكل من أعضاء الفريق المستفيد صادرة عن المرجع الصالح تبين قيمة الأجر أو الراتب تبعا لحالة كل منهم كأجير أو عامل أو موظف، تصريح شخصي بالدخل لكل من أعضاء الفريق المستفيد في حال كان يعمل لحسابه الخاص. نحن بانتظار هلأ قصور العدل 24 لجنة الموجودة بقصور العدل فقط إنها تقول بلشنا ننظر بالطلبات، تقدموا الطلبات، وهيدي مثل ما برجع بقول بين يوم وآخر. هلأ في كتير سألوني وين هي، يعني هاللجان هالمساعد، يعني المساعدين القضائيين اللي ألحقوا باللجان الناظرة في تطبيق أحكام المتعلقة بتطبيق الزيادات على بدلات الإيجار تبعا لقرار رقم 1912 اللي صدر عن وزير العدل ألبرت سرحان. المادة الأولى: يلحق المساعدون القضائيون التالية أسماؤهم باللجان الناظرة في تطبيق الأحكام المتعلقة بتطبيق الزيادات على بدلات الإيجار وفقا لما يلي: في محافظة بيروت عنا لجنة، يعني اللجان، أول لجنة في لجنة فيها محافظ الألقاب القضاة سهيلة مومني ومارون رستم، اللجنة الثانية ماري روز داغر جمال تسوقي، اللجنة الثالثة برجع بقول محافظ الألقاب سوسن وسلماني ماري بجاني، اللجنة الرابعة بمحافظة بيروت يعني مركزها محافظة بيروت رهجي مخايل عماد فرشوخ، واللجنة الخامسة مريم قليلات وجدي الأزة. يعني عندنا خمس لجان بمحافظة بيروت، فيها بكل لجنة فيها مساعد قضائي، فيها يعني قاضي مساعد قضائي، فيها عن المالية وفيها عن الشؤون الاجتماعية. بمحافظة جبل لبنان عندنا ست لجان موجودين بمحافظة جبل لبنان، وبرجع بقول كل هاللجان بتجتمع بعد الظهر. اللجنة الأولى المساعدين القضائيين بيير حبيب زياد ديب،
لجنة تانية سهيل حمزة كلود معلوف، لجنة تالتة كريستيان مهنا طارق عويدات، لجنة الرابعة ندى حداد لونا وهب، لجنة الخامسة أنا ماريا خير الله وأنطوان حليحل، لجنة السادسة ريمونا حداد ومنى اسكندراني. هودي ست لجان بمحافظة جبل لبنان، لكل يعني الساكنين بمحافظة جبل لبنان. بمحافظة لبنان الشمالي في عنا كمان عنا ثلاث لجان. اللجنة الأولى شوكة جلول وفادي أبي غصن، اللجنة الثانية ريما عيسى وخالد الرفاعي، واللجنة الثالثة سيدي خوري ونهدات حيدر أحمد مع حفظ الألقاب. بمحافظة البقاع دائما مراكزهم بالمحافظات بسرايا المحافظات. اللجنة الأولى نيكول واصف وزياد معلوف، اللجنة الثانية حوراء سليمان ووسام الجدوع. بمحافظة لبنان الجنوبي في عنا لجنتين، اللجنة الأولى رسمي سليم وكوليت روكوس، واللجنة الثانية كاتيا ديب وحلسي رمال. بمحافظة النبطية عنا لجنتين، اللجنة الأولى عباس عبدالله عكر ورواد أبو فعور، واللجنة الثانية حسن أيوب والياس جريس. بمحافظة عكار اللجنة الأولى المساعدين القضائيين ملكي عبدالله وميلاد شبل، ولجنة تانية بمحافظة عكار بشرى اصطفين وعبد الودود يحيى. بمحافظة بعلبك الهرمل كمان عنا لجنتين مساعدين القضائيين، باللجنة الأولى جمانة طليس وحسن شاهين، وباللجنة التانية الياس عون وحمزة فرج. بالمادة التانية يلي صادرة عن وزير العدل تعقد اللجان المحددة بالمرسوم المتكرر المذكور عفوا أعلاه اجتماعات خارج أوقات الدوام الرسمي في قصور العدل في المحافظات والأقضية بعد التنسيق مع الرئيس الأول استئنافي في كل محافظة. الرئيس الأول استئنافي بكل محافظة هو بحدد الغرف بالمحافظات بالأقضية حتى يكونوا موجودين فيها هاللجان، وهيدا اللي ناطرين استكماله. بقول التأخير هو لوجستي، ولكن على المستأجرين الراغبين يحضروا مستنداتهم وأوراقهم. المادة الثالثة يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة، وصدر ببيروت ب 28/8/2019 عن وزير العدل ألبرت سرحان. متابعات كتار سألوني بموضوع تعاونية موظفي الدولة، إن كان بالمنح المدرسية من السنة الماضية اللي ما قبضوها، إن كان بمساعدة وفاة أو أمور بيستفيدوا منها. طبعاً كل يلي بيستفيدوا من التعاونية موظفي الدولة، ونحن بنعرف أن التعاونية كانت سباقة ومشهود لها، ولكن هذا الموضوع هل هو منوط بوزارة المالية أم تأخير ملفات من قبل التعاونية؟ من هيك حبيت استوضح من مدير عام التعاونية دكتور يحيى خميس ليخبر المنتسبين لتعاونية موظفي الدولة بهذا الموضوع. يعطيك العافية دكتور. دكتور، نحن يشهد لتعاونية موظفي الدولة ليس فقط من الإعلام إن من المنتسبين على دقة دائما المواعيد ودقة الملفات. ماذا يحصل بعد لليوم المنح المدرسية عن العام الماضي بعد ما قبضوها؟ في مساعدات وفاة، في أمور كتير عم بلاحظ المنتسب أنه في تأخير فيها، إلى ما يعود السبب؟ نعم ست ريبيكا، أول شيء بحي المستمعين، بحي المنتسبين والمستفيدين من التعاونية، وبعتذر منهم على للمرة الأولى اللي بيحصل بالتأخير بوصول الحقوق لإلهم. هذا الأمر خارج عن إرادتنا كتعاونية، نحن ما زلنا نعمل كما كنا. نعم. يعني الشق المتعلق بالتعاونية وإنجازات المعاملات كما كان بعده، هن ما يقارب 80 مليار ما بعرف يعني بالضبط، بس مجموعة كبيرة من المعاملات جاهزة للدفع، يعني موقعة مصروفة بالمعنى المالي المحاسبات يعني، وبجهزة لتروح على البنوك لأصحابها. نعم. ما يقارب 80 مليار. نعم. ف
كل هذه في انتظار التحويلات اللي لازم تجينا من وزارة المالية. نعم. انا هذه المعاناة تحصل معنا بالتعاونية للمرة الأولى، يعني بعد ما انا اصبحت مدير للتعاونية. نعم. خلال 5 سنين للمرة الأولى تحصل من كم شهر وجاي. نعم. وانا مش غايبين عن طبعا عن الجو، عايشين بلبنان ونعرف انه في أزمة بالبلد، في أزمة مالية وفي أزمة اقتصادية وكل العالم حاسس فيها، ولكن في أمور أساسية ما في حدا يحملها. يعني بالمستشفى ما فيك تقليل للمريض ما تمرض، الأدوية ما فيك تقليله ما تجيب دواك، يعني هيدي مثل لقمة الخبز. نعم صحيح. فللأسف يعني عم يتم التعاطي مع هذه المسألة. يمكن انه اوكي ما كل البلد هيك، مزبوط كل البلد هيك، بس في شيء ما بيحمل، وخاصة اللي له علاقة بالطبابة وبالصحة. نعم. فنعم نحن ناس معودة علينا خلال ما بين الأسبوعين والشهر بتكون مستلمة مساعدات المرضية، المستشفيات ما في يوم من الأيام كان في ملاحظة على أداء وتعاون التعاونية معهم، منح التعليم كانت بآخر شهر حزيران او حتى فيني اقول ايار، يعني نحن نبلش نستلم بنص نيسان. نعم. باخر شهر ايار كانت تكون المعاملات ومنح التعليم بنسبه 70-80% من هي واصله الى اصحابها. نعم. نحن اليوم صرنا بنص ايلول، بعد في عندنا ما يقارب 40% من منح التعليم بعدها مش واصله الى اصحابها والمعاملات تبعهم جاهزه تقريبا بشكل كامل. نعم. نحن أنا بتحاشى دائما استعمل تعابير قاسية، أو أنا بفهم وضع البلد، بس للأسف ما على شيء بدو يسمحوا لي اللي عم يسمعوني اليوم، قول نحن مثل عم يشحط حقه، قلنا مثل شحاذين يومية 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 اتصالات ومتابعات، أحيانا بردوا على التليفون أحيانا ما بردوا، ويمكن بعدنا نحن شوي من المحظيين بمعنى أنه الموظفين اللي بيشتغلوا بالمالية بيهتموا كثير بموضوع التعاونية وبدهم كل التقدير والاحترام، ونحن بنقدر جهودهم ومطالباتهم معنا بنفس الصوت، بس في موضوع ما عادش ينحمل، يعني ناقوس الخطر قلنا بدرة عم ندقه، الضوء الأحمر عم نضويه من فترة، ولكن للأسف بنبعث مبلغ وبترجع لنفس الأسطوانة بالوقت اللي كان في انتظام بالدفع. يعني نحن كل ما بدنا نحصل مبلغ خلال هيدي السنه عم نلاقي الامرين لحتى نقدر نحصل عليه، وبعد بس نحصل عليه بنرجع بنعيد نفس الموضوع كل مره. لمعلومات المستمعين وحضرتك، نحن بعد في النا 50 مليار من سنه 2018 وال 2019 اللي في النا مساهمه الدوله 317 مليار لحد هلق مش واصل منهم ولا أي شيء، يعني 367 مليار بين 2018 نعم. 2019 نعم. وصلنا على أواخر 2019. طيب يتفضل حدا يقول لي منين بنأمن للناس حقوقها؟ بتعملوا موازنات، في موازنة طلعت بقانون، أوكي كثير منيح، تفضلوا نفذوا القانون، ولكن أنا عم شبه هذا الموضوع بشك بلا رصيد. إذا المواطن بيعطي شك بلا رصيد يتوقف يروح على الحبس. صحيح. الدولة للأسف أبقل لك، أنا ما في يوم حكيت بهذا الأسلوب بهذه اللهجة وحضرتك بتعرفيني مضبوط، بس صرنا عم نعاني لدرجة أنه أبشبه صرة الموضوع أنه الدولة عم تعطينا شكات بلا رصيد. ولكن معالي وزير المالية يعني بلقاءات معينة عم بيقول أنه دفع، أنه المالية حولت مبلغ في مبالغ رح تندفع تباعا، يعني أنتم ما وصلتكم ولا أي مبلغ من هالخمسين مليار السابقي اللي عم تحكي عنه 2018 والباقي هلأ. عم تقصدي لقاء اللي صار لقاء بصيدا. صحيح. كان نعم في يومتها موظفين عقاريين يعني كان نعم عامل نعم وكانت نعم هيدي نعم مفتوحة. صحيح. ما كانت مغلقة، يعني كل الناس حكيت فيها منا سري، أنا عم بفشي على الهوى يعني. يومتها تأملنا وما حكيت، أنا قلت خي إنه لأنه كانوا بلشت الناس تسألنا ما حبيت أحكي بالموضوع. صحيح. بس لما كمل نعم نحن كلنا قلنا خي إن شاء الله أنه
طبعا معالي الوزير او السيد الوزير حسب حسب هلا صحيح كان دائما متعاون، كان دائما متفهم الوضع التعاوني، ومنشان هيك يعني نحن ما بنلوم وزير، ما بنلوم شخص، نحن عم نعلي الصوت تنلوم الإدارة ككل، يعني الأداء ككل، إنه أنتم في متطلبات ومستلزمات أقرت بقانون. فنعم لحد اليوم من هذه الأمور اللي طرحها الوزير بلقائه بصيدا اللي صار عمره 3 أسابيع ونص صحيح لحد اليوم، كان مفترض يجينا 50 مليار من 3 أسابيع ونص. طبعا هذا هو صرح وأعلن عنه. نعم صحيح. ما إجانا شيء بعد، بس مشان يعني لا لا توضيح للرأي العام. نعم أنا ما فيني أقول للرأي العام إلا الأمور بكل أمانة 100%. يعني أنا حبيت أنا سألت، بعرف من حضرتك مش مسؤول، بس أنا يعني أنا وردني ما يعني أنا عرفت اللي صار بوقتها، وقلنا خي يعني صار كل ما حدا يحكيني يقول أنا رح يتحول، لأنه بعرف أنه معالي حكيها ردا على سؤال من أحد الموظفين لما كان مجتمع. من هيك ارتحت إلى حد ما وقلت رح نتابعها مع التعاونية، وأخرت أنا هالثلاث جماع أحكي مع حضرتك اللهم قلت، بس لما شفت كثرة هالاتصالات على البرنامج قلت لا صار بدها توضيح لكامل المنتسبين، لأنه ما بتخص منطقة أو أخرى، بتخص كافة المنتسبين تعاونية موظفي الدولة. صحيح. نعم أنا بشكرك. نعم نشير بعض لموضوع. نعم يعني وصلت مع بعض الأشخاص اللي قد يكونوا مغرضين ولا عفوا بيحكوا الكلام انه المصاري عم تيجي وكانه عم فيك عم يكون في تمييز يعني لناس وناس، هيك بتقصد؟ ابدا ابدا، كل العالم اقرب الناس، وشو بدي خلي كل الناس مثل بعضها بالدور، ما عم بيصير في اي خلل. وبتصور هذا الامر معظم المنتسبين للتعاونية صاروا عارفينه وبيعرفوه بالاساس، مشان هيك اذا بتلاحظي صحيحه بيجيكم شكاوى، بس ما حدا عم يعتبر انه الموضوع في إدارة سيئة عم تميز بين الناس، بتعطي فلان أبطال. نحن عم نمشي على التسلسل الزمني لتقديم الطلبات. ولما يعني هلأ في حال حولت المالية بتبلشوا أنتوا تتصلوا، يعني بيقول لك كيف بتصير العمل؟ لا بنحول مباشر، بنحول بتحولوا مباشر يعني نحن يعني عنا مبلغ كبير لازم يتحول، ما رح يجينا، مش متوقع يجينا، ما رح يجي المبلغ كامل، ولكن بده يصير يجي على دفعات، بس بتصير تتحول بلا ندفعهم بالتسلسل الزمني، مع الأخذ بعين الاعتبار أنه لازم ندفع منح تعليم، ولازم ندفع للناس حق الأدوية يعني بدنا نوزعهم، ولازم ندفع للمستشفيات، وإلا في علاقة المستشفيات مع الهيئات الضامنة صارت يعني على كف عفريت مثل ما بيقولوا. صحيح. إنه صاروا عم يهددوا إنه نحن ما فينا نستقبل المرضى. نعم. إلى حد كبير أنا بقول معهم حق، ولكن عم نحاول بالتي هي أحسن نحن وياهم، يعني نتساهم إنه طولوا بالكم يا جماعة، مشكلة على كل الناس، خلينا نحملها نحن وياكم سوا مع تفهمنا لمطالبهم يعني. أكيد. فأنا آخر شيء بدي أقوله. نعم. وناشد معالي الوزير وزير المالية أنه مثل ما كان دائما متفهم وحتى متعاطف، لأنه الموظفين هم الجهاز الإداري بالدولة كلها. أكيد. بوجعهم ومعاناتهم 100%. هذا الواقع مثل ما قال دكتور. أن يعود هذا الانتظام. إن شاء الله. يعني هذا اللي كلنا نحن بنتمنى دكتور يحيى صحيح. شكرا لك، عندي فاصل ومنتابع. نتابع الحل عنا عبر الام تي في وباخذ اتصال. الو الو، اهلا مسيو. بونجور. بونجور. مدام ربيكا، معك اندري. اهلا مسيو اندري، تفضل. بدي اعزك بخصوص بخصوص الجوره عندي تحت البيت. صرت كثير حاكي مع عالم اليوم وبكره وبكره واليوم، وما حدا عم يمشي، ما عم بيمشي الحال. وين؟ باي منطقه مسيو اندري؟ عجعتاوي، مالة مرمخايل، شارع بيات مرمخايل النهر. اوكي. هي شو هي هاي الجوره بنص الطريق؟ هذه الجوره بنص الطريق. اوكي. وبخصوص الارض يعني بكره اذا شتت او شيء، لا في عالم في طفاله في ختياريه بينزلوا فيها،
بيكسروا اجرهم، بصير في مشكله كبيره، بس ما حدا عم يرد علينا. انت حكيت الاشغال ببلديه بيروت؟ صدقيني لا ما. مين حكيت لكان ما عم يرد عليك؟ حكيت مع كذا شخص ليوصل للبلديه، ليوصل لهون، ليوصل لهون. لا نحن رح نحكي مع الاشغال بلديه بيروت، لو عارفين اكيد كانوا عملوها. لكن هي بجعتاوي شارع القبيات، شارع القبيات على مفرق مرمخايل النهر، يعني اذا بدك حد شركه حد ترومبت اليونايتد. اوكي اهلا وسهلا فيك. من بعد اذنك. اهلا فيك. تكرم تكرم. اتصال اخر. الو 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 الو. تفضلي مدام. الو تفضلي مدام. بونجور بونجور. مدام بونجور مدام روبيكا. وطي صوت التي في حتى تقدر تسمعيني. عم تحكي بخصوص ملفات ملفات الأجار. نعم. ما لحقتهم، نحن بسد البوشري، بدي أعرف شو هن الوراق اللي بدنا نقدمهم. ملي معروف. أوكي الوراق اللي بدك تقدميهم. أنت ومين ساكني بالبيت؟ إذا في حدا عم يشتغل مفروض يتقدم الدخل، يعني قدي الواحد شيء يبين إنه كل يلي قاعدين معك بالبيت، إذا في حدا عم يشتغل قديش راتبه؟ يعني هيدي مفروض يكون معك جدول بأسماء أعضاء الفريق المستفيد، يعني أنت ومين قاعدة بالبيت ومستفيدة من هالإيجار، وكل واحد معك إذا كانوا عم يشتغلوا بدهم ورقة من مطرح ما بيشتغلوا، إذا موظف إذا عامل إذا هيك قديش بيقبضوا. أوكي؟ بدك تصرحي تصريح شخصي كل واحد قديه بيقبض. وبجبل لبنان لأنك أنت قاعدة يعني في عندك بجبل لبنان بالمحافظة جبل لبنان بقصر العدل بالجديدة في لجان بعد الظهر بتنظر فيها، بتنظر بتقدم الطلب عندها. كمان اتصال آخر. صورة اليوم. هالصور هي بفنيدة صارت ب 16 أيلول 2019، دخلت مية الشتاء على هالبيت بسبب غياب سقي للطريق العام. يعني لهلا بلدية الفنيدة بعد ما عملت هالسقي هيدي تترفع الضرر عن الناس، يعني كل ما شتت بتدخل المي على هذا البيت، ولكو شو عاملة بشوية شتاء عامل بيت بالمي بسبب سقي مفروض إنه البلدية هي تعملها. نحن رح نحكي بلدية فنيدي وحتى نرفع الضرر عن هالبيت وأهله. بعطيكم موعد بكرة دايما عبر الام تي في. الحل عنا ضيفتنا هي المدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة علي عباس، حتى نحكي عن دور الوزارة وحماية المستهلك بما يخص الكتب المدرسية، المولدات، وحماية المستهلك وغيره. كونوا على الموعد دايما عبر الام تي في. الحل عنا.